قالت أتحدث عن توقيعكم مع الحارس نور صبري الحارس الدولي، تحياتنا إليه. كيف جرت الصفقة؟ والله مثل ما تعرف يا حال أي كل التعاقدات، والكابتن نور صبري كان له الرغبة أن يلعب في نادي نفط ميسان ويمثل نادي نفط ميسان، لهذا النادي اللي ماله سمعة طيبة بالكرة العراقية. وإحنا بصراحة نور صبري إضافة إلى نادي نفط ميسان، ونرحب به في محافظة ميسان بين أهله وجمهوره، وكذلك الكابتن أحمد دحام كان بين أهله وجمهوره، وكان من الناس بعد المقربين. ميسان أم الخير أم الكرم، وهو كان يعني من الناس اللي يعني حتى جوز ما يقعد بدار استراحة من كثر ما الناس تدعي وتتمسك به، والناس وين ما يروح ترحب به. كم موسم وقع نور صبري؟ موسم واحد لو موسمين أو أكثر؟ موسم واحد لحد الآن احنا اتفقنا مع نور صبري. شنو تطلعاتكم للموسم الجديد؟ شنو توعدون جمهوركم في ظل هذه الظروف؟ والله احنا ان شاء الله على المراكز الاربع المتقدمة ان شاء الله، يعني خلال هاي التعاقدات ان شاء الله نتمنى ننافس على المراكز الاربع المتقدمة. ايش قد ميزانية النادي بالضبط؟ والله لحد الآن بعد ما مخصص الميزانية، كل أندية وزارة النفط لحد الآن ما لها اي تخصيصات. زين، بالمواسم الماضية ايش قد كان المخصص؟ قد ميزانيتكم؟ يعني مليارين كانت او مليار ونص كانت مخصصة لنا. شنو رأيك بقرار دمج الأندية النفطية؟ هو دمج الأندية النفطية يمشي على الأندية النفطية اللي أكثر من نادي في محافظة، لأن نادي نفط ميسان هو الوحيد يمثل محافظة ميسان، ويعتبر يعني النادي الوحيد مثل ما باقي الأندية. وتعرف الأندية الكثرة هي اللي هو العراق كل أندية مؤسساتية، يعني ماكو نادي مو مؤسساتي، كلما يعني جزء ثلاث أندية وأربعة غير مؤسساتية. وهاي الأندية يعني هي جاي تستقطب العوائل، وعوائل عايشة بيها، وتستقطب الشباب حتى ما ينحرف الشباب ويروح بغير اتجاهات. فأتمنى أن تبقى الأندية النفطية حتى تربط الحركة وترتيب الرياضة في ميسان. طيب.